بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات التعليم الإلكتروني، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المحاضرة 14 من مقرر علم اللغة العام لطلاب المستوى الرابع بقسم اللغة العربية. عنوان محاضرة اليوم هو مناهج البحث اللغوي. أما عن أهداف المحاضرة فهي أن يتعرف الطالب والطالبة على المناهج المتبعة للبحث اللغوي، أن يكتسب الطالب مهارة البحث اللغوي، أن يفرق الطالب والطالبة بين المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التجريبي. أما عن عناصر المحاضرة فسنتناول في هذه المحاضرة مناهج ثلاثة، أولها المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التجريبي. أما عن تعريف المنهج فالمنهج أيها الإخوة وأيتها الأخوات هو الطريقة، ولكل إنسان منهج، أي طريق يسير عليه للوصول إلى هدفه. ومناهج البحث في اللغة أي الطرق التي يسلكها عالم اللغة لتسجيل الظواهر اللغوية وعلاجها للوصول إلى الهدف الذي يرمي إليه. ولعلم اللغة منذ نشأته طرق مختلفة للبحث، وقد تطورت هذه الطرق في العصر الحديث حيث التقدم العلمي والإمكانيات المادية. وهذه المناهج التي سنتحدث عنها بعضها عام بين علم اللغة وغيره من العلوم، وبعضها خاص بعلم اللغة. ولعلم اللغة أيضا فروع لا تتفق مع كل مناهج البحث، بل لا بد لها من طريقة خاصة حتى ندرس الظاهرة ونصل فيها إلى نتائج سليمة. وسنعرض فيما يلي أهم المناهج للبحث اللغوي والوصف الدقيق لكل منهج، مع بيان أفضل المناهج وما فيها من محاسن أو عيوب. أولا المنهج الوصفي، ويسمى علم اللغة الوصفي أو علم اللغة التزامني، ومعناه الدراسة الوصفية وملاحظة الظواهر اللغوية للغة ما أو لهجة بعينها في زمان واحد ومكان واحد، مع الاستعانة في ذلك بالحواس الظاهرة. ويعد دي سوسير هو المؤسس الحقيقي لعلم اللغة الوصفي في مفهومه الجديد، أي علم اللغة التركيبي، الذي يقرر أن اللغة يجب أن تدرس في مرحلة خاصة في بيئة زمانية ومكانية محددة. وهذا المنهج اتبعه علماء اللغة القدامى في بحوثهم اللغوية، وإن كانت البحوث في بادئ الأمر لم تقصد لذاتها، بل كان الغرض منها خدمة النص القرآني. من ذلك محاولة ابن عباس جمع الكلمات الغريبة في القرآن وشرحها في الكتاب المنسوب إليه والمسمى غريب القرآن، ومحاولة أبي الأسود الدؤلي ضبط المصحف بالشكل والنقط حين استحضر كاتبا وأمره أن يتناول المصحف وأن يأخذ صبغا يخالف المداد، فيضع نقطة فوق الحرف إذا رآه يفتح شفتيه، وتحت الحرف إذا رآه قد خفض شفتيه، وبين يدي الحرف إذا رآه يضم شفتيه. أما إذا أتبع الحرف الأخير غنة فينقط نقطتين فوق بعضهما، أما الحرف الساكن فقد تركه. ثم اخترع أهل المدينة بعد ذلك علامة التشديد، وهي قوس طرفاه إلى أعلى تشبه حرف اليو في الإنجليزية اليوم، يوضع فوق الحرف المفتوح وتحت المكسور وعلى شمال المضموم. ثم بدأت الدراسات اللغوية تأخذ طابع الاستقلال،
وذلك منذ أسس الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى 175 هجرية هذا العلم بوضعه معجم العين، وأخذت الدراسات اللغوية بعد ذلك تقوي جذورها على يد سيبويه وابن جني. استمر العلماء على هذا النحو من الدراسة في كل عصر من العصور إلى عصرنا الحديث، وهو في أغلب دراساته يعتمد على المنهج الوصفي للغة. والملاحظ على هذه الدراسات اللغوية أنها تنقسم إلى قسمين: الأول دراسة أصوات اللغة باعتبارها الأساس في الدراسات اللغوية، والتي لا تتصل باللغة وحدها بل تعدتها إلى علوم النحو والبلاغة والقراءات والطبيعة وتسمى ملاحظة صوتية. ثانيا دراسة اللغة من ناحية دلالتها، وتشمل دراسة معاجمها وبعض ظواهرها اللغوية كالاشتقاق والترادف، وكذلك دراسة لهجاتها وتسمى ملاحظة دلالية. وعلى ذلك كل البحوث التي تتناول مستوى واحدا من مستويات اللغة بالدراسات الشاملة أو الجزئية لأحد جوانبه تعد من موضوعات علم اللغة الوصفي، كدراسة ظاهرة الاشتقاق أو النحت أو الترادف، أو دراسة أعلام اللغة كابن جني أو ابن فارس، أو دراسة حال اللغة في القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري أو الرابع إلى آخره، وكذا دراسة لهجة من لهجاتها. كل ذلك يدخل كما قلنا تحت مسمى علم اللغة الوصفي. وتنقسم تلك الدراسات أيضا إلى قسمين: ألف الدراسة الوصفية للغات الحية، وتشمل كل ما سبق من الدراسات، وهي تتناول اللغة في حياتها كما تفوه بها أصحابها. باء الدراسة الوصفية للغات الميتة، كدراسة الوثائق أو المخطوطات القديمة والآثار، ولتلك الدراسة أهمية كبرى في ميدان الدراسات اللغوية، حيث أنها تطلعنا على كل ما كان عليه حال اللغة وتطورها في عصر من العصور. أقسام الملاحظة: تنقسم الدراسة الوصفية المعتمدة على الملاحظة إلى نوعين. أولا الملاحظة الذاتية، وهي ملاحظة تصدر من الشخص نفسه، كأن يلاحظ الباحث ما يصدر منه من ظواهر لغوية ويدون ملاحظاته ويحللها ليصل على ضوئها إلى تحقيق ما يرمي إليه، وتكون تلك الطريقة أوثق بدراسة الأصوات، أو تكون الملاحظة من شخص آخر للشخص نفسه، كأن يطلب من الشخص الآخر أن يدون ما يسمعه ويصدر عنه ثم يحلله ويصل منه إلى نتائج. ثانيا الملاحظة الخارجية، وهي أن يلاحظ الباحث ما يصدر عن الآخرين ثم يدون ذلك ويحلله ليصل منه إلى ما يهدف إليه، وتلك الدراسة أوثق ما تكون بدراسة اللهجات وتسجيلها. وعلى الرغم من أن طريقة الملاحظة السابقة هي أقدم طريقة استخدمها الباحثون في علم اللغة ولا تزال إلى الآن من أهم طرقهم، فإن كثيرا من العلماء وجهوا لها بعض العيوب التي تلخص فيما يلي: واحد عدم الثقة بالملاحظة الذاتية والشك في أحكامها، وذلك لأن العقل يكون مشتتا أثناء ملاحظة الظواهر اللغوية، فهو يشرف على إصدار الظاهرة اللغوية ويلاحظ في الوقت نفسه ما يصدره من هذه الظاهرة، وتكون النتيجة أن كلا الأمرين الإصدار والملاحظة يكون ناقصا غير طبيعي لعدم تفرغ القوى العقلية ولانشغالها بشيء آخر أثناء قيامها به. هذا إذا لاحظ الباحث نفسه في أثناء قيامها بالظاهرة، أما إذا لم يشغل نفسه بالملاحظة إلا بعد الفراغ من الظاهرة اللغوية، فإن ملاحظته في هذه الحالة تكون منصبة على ما تستعيده الذاكرة من عناصر الظاهرة التي فرغ منها، وملاحظة كهذه لا يوثق بها، لأنه من المتعذر أن يتذكر الإنسان
كل ما أصدره تذكرا صحيحا لا نقص فيه ولا زيادة ولا تغيير ولا تبديل. أما النقد أو العيب الثاني الذي وجهه العلماء لهذه الطريقة لطريقة الملاحظة فهو التسرع في الحكم وعدم إمكانها في بعض الحالات، أي أن صاحب الملاحظة الذاتية قد يكون متسرعا في أحكامه فيصدر على نفسه أحكاما ولا تتفق مع غيره. أضف إلى ذلك أن الإنسان قد لا يستطيع أن يلاحظ بنفسه ظواهره اللغوية كالطفل، فهو لا يشعر بما يصدر عنه أو يقوم به. العيب الثالث أن الملاحظة الخارجية كذلك صعبة التحقيق وذلك لبطئها، فإذا اقتصر الباحث على ملاحظة الناس في حالاتهم العادية فقد ينقضي عمره قبل أن يتم له تحقيق مسألة لغوية واحدة. والحقيقة أن هذه العيوب واقعية ويمكن علاجها بالأمور الآتية: أولا، عدم الاقتصار في دراسة الظاهرة على شكل واحد من أشكال الملاحظة المباشرة، بل ينبغي أن تساعد أشكال هذه الطريقة بعضها البعض للوصول إلى نتائج سليمة، فيجمع بين الملاحظة الذاتية والملاحظة الخارجية مع أخذ الحيطة التامة لتفادي العيوب السابقة. ثانيا، نتيجة لتقدم الدراسات الصوتية الحديثة واعتمادها على التجربة والأجهزة المختلفة، ينبغي ألا تقتصر عليها طريقة الملاحظة المباشرة، وإن استخدمت لدى القدماء لعدم توافر الإمكانيات لديهم. ثالثا، ينبغي على الباحث في اعتماده على هذه الطريقة أن يكون دقيق الحس مرهف السمع يتبع طريقة الكتابة السمعية، وذلك بأن يعنى بتدوين الكلمات عند سماعه لها مباشرة بالشكل الذي يتفق مع الأصوات التي نطقت، وبدون أن يدع لرسمها العادي أي أثر على نفسه في أثناء ذلك. وهكذا نستطيع الاعتماد على هذه الطريقة في نطاق محدود، وقد يشترك مع علم اللغة فيها كثير من العلوم الأخرى خاصة علوم الطبيعة. المنهج الثاني من مناهج البحث أيها الإخوة وأيتها الأخوات هو المنهج المقارن، وهو منهج حديث في الدراسات اللغوية بدأ ظهوره في القرن 19، وهو يعتمد على المقارنة بين عدة لغات تنتمي إلى أسرة واحدة لمعرفة الروابط والصلات بين هذه اللغات. ومن ثم فقد اختارت هذه الدراسة تصنيف اللغات كلها إلى أسرات لغوية لتسهيل ظاهرة المقارنة. ففي مجموعة اللغات الهندية الأوروبية قرنت السنسكريتية في الهند باليونانية واللاتينية، وقرنت اللغات الأوروبية بالإيرانية والهندية، وكان من نتائج ذلك وجود قرابة لغوية بين هذه اللغات وأنها ترجع إلى أصل واحد. وعندما قرنت اللغات السامية وهي التي تشمل العربية والعبرية والآرامية والأكادية والعربية الجنوبية والحبشية وجدت صلة قوية تربط بينها كأسرة لغوية واحدة. وعند دراسة أي ظاهرة لغوية على هذا المنهج ينبغي أن تدرس في كل لغات الأسرة الواحدة، ثم تقارن بعضها ببعض ويتضح ما بينها من فروق وتميز إحداها عن الأخرى. فإذا أردنا أن ندرس بنية الكلمة في المجموعة السامية فإنها تدرس في كل لغة من لغاتها على حدة، ثم تقارن البنية في كل اللغات السامية، وتسمى بذلك دراسة البنية المقارنة أو علم الصرف المقارن. وكذلك في الأصوات تدرس التغيرات الصوتية في كل لغة سامية، ثم تقارن هذه الدراسات لنعرف ما هي الأصوات التي لم يطرأ عليها أي تغيير وما هي الأصوات التي ينتابها التغيير. فمثلا صوت الراء لم يتغير في كل اللغات السامية،
وصوت الضاد اختفى من اللغات السامية باستثناء العربية. وكذلك الحال في دراسة متن اللغة أو الدلالة وبمقارنة المجموعة السامية، يتضح أن هناك عدد من الكلمات يوجد في لغاتها معنى متحد أو مقارب، الأمر الذي يؤكد الصلة القوية بين هذه المجموعة من اللغات. وأهم جانب تطبيقي لعلم اللغة المقارن هو تأصيل المواد اللغوية في المعاجم وتأصيل المواد المعجمية العربية بردها إلى أصولها السامية إن وجدت، ويعد من الإضافات المهمة التي نجدها مثلا في المعجم الكبير الذي يصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وهذه التأصيلات تقوم على علم الدلالة المقارن للغات السامية. المنهج الثالث والأخير في هذه المحاضرة أيها الإخوة وأيتها الأخوات هو المنهج التجريبي في دراسة اللغات، أي دراسة اللغة بالاعتماد على الأجهزة الحديثة والتجارب العلمية حتى تكون النتائج سليمة خالية من أي انحراف أو نسيان. وتشمل أولا طريقة الأجهزة في دراسة الفونيتك الأصوات، فلا شك أن الأجهزة أدق من أذن الإنسان في تسجيل حدة الصوت ونبراته وخصائصه، فالأذن معرضة للزلل والنسيان في تسجيل الأصوات، ومن ثم فقد اهتدى العلماء إلى طريقة الأجهزة في تسجيل الصوت، وهي آلات تدار بطريقة خاصة وبذلك تستحيل ظواهر الصوت إلى علامات مخطوطة تقاس باليد وتحس بالعين وتغني الباحث عن استخدام أذنه وتقيه شر أخطائها وتجعل بحوثه مبنية على أسس متينة صادقة. هذا وقد انقسمت دراستهم في هذا الميدان إلى طريقتين، الأولى طريقة التدوين المباشر، وتختص هذه الطريقة بمعرفة مخارج الحروف، ومن هذه الأجهزة ما يسمى بالسقف الصناعي، وهو آلة على شكل سقف الحلق تركب في الفم وتغطى بمادة جيرية ويكون باطنها ملصقا بسقف الحلق، ويطلب من الشخص النطق بحرف من الحروف الذي يشترك في لفظها اللسان وسقف الحلق، فعندما يتصل لسانه بسقف حلقه يترك في المادة الجيرية أثرا يعرف به المكان الذي يلتقي فيه اللسان بسقف الحلق في أثناء النطق بهذا الحرف. الطريقة الثانية هي طريقة العلامات، وتهدف إلى معرفة طبيعة الصوت أي خواصه ومميزاته من حيث نبرته وقوته ومدته إلى آخر، وذلك عن طريق أجهزة تسجيل، أجهزة تسجل هذه الخواص بعلامات وخطوط دقيقة الدلالة عن خواص الصوت السابقة. وهناك طريقة منهج التجريبي لا تعتمد على الأجهزة، ولكنها تعتمد على تغيير الظروف العادية المحيطة بظاهرة لغوية ما أو بالشخص الذي تجري عليه الملاحظة. وعلى الرغم من أن هذه الطريقة عامة بين اللغة وغيرها من العلوم الطبيعية كالطبيعة والكيمياء وغيرها، إلا أن تطبيقها في الدراسة الصوتية أوسع، فقد وصل العلماء بفضل هذه الطريقة إلى نتائج قيمة بصدد العلاقة بين اللفظ والسمع وأخطاء الأذن والفرق بين الأصوات الغنائية والأصوات الكلامية واختلاف النطق بالحروف باختلاف الأمم إلى آخره. ويلاحظ أيها الإخوة وأيتها الأخوات على هذه الناحية التجريبية الخالية من الأجهزة عدم نجاحها الكامل، وذلك لأن أصحابها يرون أن تغيير الظروف العادية المحيطة بظاهرة لغوية قد يخرج بها عن طبيعتها ويصورها في غير صورتها الحقيقية، فيتعرض الباحث للخطأ في الحكم، ومن ثم فينبغي استخدام هذه الطريقة بقصد وحرص خشية الخطأ والزلل. ويمتد هذا المنهج
ليشمل كل ما هو تطبيقي في علم اللغة مثل الحاسب الآلي الكمبيوتر أو الحاسوب. أما عن فوائد هذا المنهج فهو تعليم اللغات قومية أو أجنبية، وقد أنشأت مؤسسات تعليمية لهذا الغرض كمعاهد تعليم اللغة للناطقين بغيرها. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، تناولنا في هذه المحاضرة بعض مناهج البحث اللغوي، فتناولنا المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التجريبي، وعرضنا عرضا موجزا ودقيقا لهذه المناهج. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونلتقي بإذن الله تعالى في المحاضرة 15 والأخيرة قريبا بإذن الله تعالى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.